السلام عليكم، الصوت واضح؟ فيري يا فندم، كله تمام. طيب خلينا نبدأ عشان وقت حضرتك وإن شاء الله برضو وقت الحضور. السلام عليكم جميعا، بنتشرف طبعا بوجود حضرتكم معانا النهاردة في الويبينار الأسبوعي بتاعنا، وبنتشرف برضو بالمهندس محمد حامد. الحقيقة بيتجدد اللقاء معاه، احنا كنا تشرفنا بيه قبل كده في أكتر من ويبينار، وهو النهاردة برضو بيشرفنا في الحقيقة. موضوع مهم جدا، يعني أولا هو طبعا موضوع الـ AI، يعني زي ما حضراتكم عارفين موضوع يعني النهاردة كل الناس بتتكلم عنه وكل الناس بتفكر فيه في بيئة العمل واستخدامه، حتى سواء كان على المستوى الشخصي أو مستوى العمل، سواء كان في السبلاي تشين عامة أو حتى في الديلي بيزنس أوبريشن أو مانجمنت أو وات إيفر. فالحقيقه الموضوع يعني احنا معانا يمكن السبجكت بتاع النهارده بيملي ليه علاقه بموضوع الاي اي، بالاضافه طبعا لموضوع اللوجيستيك، وهو طبعا من اهم برضو الموضوعات في تحت الامبريلا بتاع السبلاي تشين والتشالنجز اللي موجوده فيه. فالحقيقه النهارده السبجكت بيجمع ما بين التكنولوجي كاي اي مع واستخداماتها في الجزئيه المهمه بتاعه اللوجيستيك في السبلاي تشين. ويمكن هنبتدي ان شاء الله مع المهندس محمد حامد. طبعا المهندس محمد حامد يعني غني عن التعريف، اكثر ما شاء الله من 25 سنه في البيلدينج الابلكيشنز والديفلوبمنت اوبتمايزيشن، وما شاء الله يعني على المتابعين بتوعه والادنج فاليو الحقيقه في النولج اللي هو حريص جدا دايما على الشيرنج بتاعتها. بنرحب بحضرتك النهارده معانا، وخلينا كده نبتدي سريعا على حاجه بسيطه كتعريف عن الاي اي برضه للساده الحضور معانا، والفرق ما بينه خلينا نقول والماشين ليرنينج. ده دايما سؤال او ده دايما سبجكت يعني الناس بتسال عنه، ومحتاج انها بطريقه سيمبل تقدر تعرف الفرق ما بينه. اتفضل يا باشمهندس محمد. الـ AI هو السبيكترم المتسع للحديث، والماشين ليرنينج هو سبسيت منه، والديب ليرنينج هي سبسيت من الماشين ليرنينج. الاكتيفيتيز دايما لما الناس بتقول كلمة AI بيبقوا دايما بيتحدثوا عن ازاي ان الماشين بتبيهيف بطريقة سمارت. ده غالبا بيبقى مرتبط قوي بالحديث عن الكمبيوتر فيجن وعن الناتشورال لانجويج بروسيسنج. النوع ده من الاكتيفيتيز هي اللي بتبقى قوي مرتبطه بكلمه الاي اي. الماشين ليرنينج غالبا لما الناس بتتكلم عنها بيبقوا يقصدوا الاكتيفيتيز اللي هي بتريليت للديتا اكتر منها، زي عمليات البريدكشن والكلاسيفيكيشن والكلاسترنج. الثوره اللي حاصله اليومين دول في حيز اللارج لانجويج مودلز زي التشات جي بي تي وغيره، دي سببها الرئيسي تطور حصل في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ان الكمبيوترز بقت قادره تعمل بريدكشن للنكست للكلمه التاليه. فلما بتديها جمله بقت هي قادره تحط كلمه بعدها وتستخدم السيكونس الجديد عشان تحط كلمه بعدها. الفكره البسيطه قوي دي في عمليه الجينيريتيف انها بتجنريت تعاقبات من الكلمات، برغم ان الفكره تبدو بسيطه قوي الا ان الماشين بتؤديها بشكل ممتاز بحكم ان الموديل اتعلم والموديل يمتلك مليارات البارامترز، فبقى بيبدو وبيبهيب وان هو وكانه سمارت وكان هو فاهم معنى الكلمات، وايل ان الموديل مش فاهم معنى الكلمات، هو ما عندوش وورلد موديل يخليه فاهم معنى الكلمات، الا انه وضعه للتعاقبات السليمه ورا بعضها من الكلمات بيبدو لعنينا وكانه انتليجنس. اظن دي كانت اكتر حاجه كاتشنج بالنسبه للبابليك يعني في الاي اي، وهو ما يبدو سمارتنس اللارج لانجويج موديل بيعرفها سببها التعاقبات. نوع الانتليجنس اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو مختلف كتير عن اللارج لانجويج موديل. احنا بنتكلم على الاوبتمايزيشن، ازاي الماشين تختار حلول ذكيه لبروبلم صعبه جدا، بروبلم يعني فيها الكثير من التعقيد زي ما هنعرف كمان شويه، لها علاقه بالاوبتمايزيشن، انها تختار احسن حل ضمن عدد ضخم جدا جدا من الحلول. دي بروبلم اوبتمايزيشن، وقع في حيز تاني شوية غير حيز الناتشورال لانجويج بروسيسنج. تمام. طيب احنا يعني زي ما قلنا في الاول، احنا يمكن الفوكس بتاعنا النهارده كسبجكت على موضوع اللوجيستيك، وتحديدا احنا بنتكلم على الاوت باوند لوجيستيك، وتحديدا برضو على
حته السيرفيس ليفل والكوست اوبتمايزيشن والراوت اوبتمايزيشن في جزئيه اللاست مايل ديليفري. ودي طبعا نقطه مهمه جدا، يعني اعتقد كل الشركات سواء كانت تجاريه او صناعيه، كل من هو بيستخدم الاوتباوند لوجيستيك وخصوصا اللاست مايل ديليفري، اعتقد دي حته مهمه جدا بالنسبه له. يعني هي فيها كوست كبير، فيها كمان الكاستمر اكسبكتيشن وكاستمر اكسبيرينس، فيها سيرفيس ليفل الحقيقه من الكاستمر دايما يعني بيبقى حريص عليه، بما فيها بقى الفيزابيليتي والكنترول، وكمان يعني ازاي ان احنا برضو نضمن حق نقل الملكيه من الماتيريال او البضاعه او وات ايفر من المصنع او من المورد الى العميل. فهي واحده من اهم السايكلز في البيزنس. فالنهارده احنا ان شاء الله يعني هنتعرف على ازاي ان احنا نقدر نستخدم بقى التكنولوجي وتحديدا موضوع الاي اي في الجزئيه دي، وهنبتدي بحته الروت اوبتمايزيشن. هديفاين الاول البروبلم، يعني ايه روت اوبتمايزيشن؟ ده ممكن يفيد لو بعض الحضور ما عندهمش اكسبيرينس في صناعه اللوجيستيك نفسها، يعني عشان اتاكد بس ان الترمينولوجي واضح. السلايد دي هتساعدني اوضح نحن نقصد ايه بالروت اوبتمايزيشن لغير المتخصصين في اللوجيستيكس. يعني بيبقى في مكان اسمه الديبو. الديبو هو عباره عن مخزن، المخزن ده فيه برودكتس، فيه منتجات المفروض انها تتسلم للعملاء، وفي فليت مجموعه من الفيكلز، عدد من السيارات موجوده عند الديبو. يبقى الديبو بيحدد حاجتين: المكان اللي بتتواجد فيه البرودكتس اللي محتاجه تتسلم، والمكان اللي هتبدا منه السيارات في القيام بعمليات التسليم. كل نقطه من النقط السوداء اللي عندها علامه لوكيشن دي هي تمثل كاستمر طلب برودكت معين او برودكتس حددها قبل كده وحدد الكميه بتاعتها. فبالتالي كل نقطه، كل لوكيشن محطوط على الشاشه اللي قدامنا دي هو عباره عن عميل طلب ان هو يستلم برودكت او برودكتس، وحدد لنا محتاج من كل برودكت قد ايه، فبقينا عارفين الوزن والحجم اللي المفروض يتم تسليمه عند كل نقطه. حيث ان احنا عندنا نقط كتيره، كاستمرز كتيره محتاجين نسلم لهم البرودكت، فاحنا محتاجين نعمل بلان للسيارات عشان السائق لما يخرج بالسياره بتاعته يبقى عنده خط السير، هنقول له هنروح للعميل اكس وبعدين للعميل واي وبعدين للعميل زد. فبالتالي الدرايفر يبقى عارف المسار اللي هو المفروض يتحرك فيه وتعاقب العملاء للقيام بعملية التسليم. ده هيساعده كتير ان هو يستخدم وقته بشكل كويس، وبرضه يستخدم الريسورسز بتاعت السيارة استخدام جيد، ما يبقاش فيه هدر في الوقود لان هو ما اختارش التعاقب السليم. فالسائق بنديله البلان دي كل يوم. هي دي قضية الراوتنج. قضية الراوتينج بقى ان احنا باستخدام الاوردرز اللي عندنا اللي هي اللي العميل طلبها، كل عميل طلب منتجات ايه وعارفين اوزانها وعارفين احجامها، عارفين اللوكيشن بتاعت العميل اللونجتيود واللاتيتيود بتاعته فين، وعارفين كمان حاجة اسمها التايم ويندو. التايم ويندو دي هي عبارة عن الوقت اللي العميل متوقع ان البضاعة توصله فيه. فكل كاستمر قال لي لو سمحت تعالى لي من الساعة كذا للساعة كذا، الكاستمر ده قال لي تعالى من الساعة 3 للساعة 5، الكاستمر ده قال لي تعالى من الساعة 11 للساعة 4. فدي اسمها التايم ويندو. كل كاستمر بيبقى عنده هيز اون تايم ويندو، هو بيرتب التايم ويندو دي طبقا لعمليات التشغيل بتاعه، امتى هيبقى مخزنه مفتوح، امتى هيبقى قادر على استلام البضاعة وتخزينها. فبالتالي التايم ويندو بتختلف من كاستمر إلى آخر. فبالتالي دلوقتي احنا بقت عندنا متغيرات كتيرة، بقت عندنا اللوكيشنز بتاعت كل كاستمر اللونج واللات بتاعته، عندنا التايم ويندو اللي هو متوقع يستلم البرودكت فيها، عندنا الاوزان والاحجام بتاعت البرودكتس اللي هو طلبها، كل واحد فيهم عنده هيز اون كاركترستكس. دي المعطيات اللازمه عشان المساله تشتغل. القصه لا تنتهي هكذا بقى. في المؤسسه، اي مؤسسه بتشغل السيستم ده بتبقى عندها بعض القيود، فبيقول لك مثلا ايه؟ ان انا مش عايز طول الرحله يتجاوز 7 ساعات عشان السائق ما يقدرش يسوق فترة طويلة قوي، لازم برضو نحدد عدد معين من الساعات. بعضهم بيحدد الوقت اللي العربيات هتخرج فيه ولازم ترجع قبل وقت معين، ففي شروط بتحطها صحيح. الاورجنايزيشن اللي اشتغلت على السيستم عشان تحط شروط منطقية لعملية التشغيل. أو حتى الجوفرمنت، أو حتى الجوفرمنت ممكن يبقى جدا فيه برضه جدا بعض الريجوليشن، مظبوط. صح، توتالي اجري، ممكن يكون في ريجوليشنز تخص الجوفرمنت. فبالتالي الانبوتس اللي داخله للمساله واضح انها فيها تنوع شديد ومش قليل. المسافه بقى البينيه ما بين كل كاستمر وزميله، عندنا لو عندنا 100 كاستمر فاحنا بنتحدث عن
10,000 كومباينيشن بين كل كاستمر والتاني، سواء الزمن اللازم للسفر من احدهما الى الاخر او المسافه المقطوعه من احدهما الى الاخر. بنحتاج المعلومات دي ليه؟ علشان لما نبدا نحط الراوت نحسب الزمن الاجمالي للراوت ونحسب المسافه الاجماليه للراوت. طب هل المساله اللي انا قلتها بتركيبتها الحاليه اللي فيها اوزان واحجام ومسافات بينيه وازمنه بينيه ومواعيد خروج ومواعيد عوده وتايم ويندوز عند كل كاستمر، هل المساله دي لها حل واحد؟ لا طبعا، دي لها عدد كبير جدا جدا من الحلول. لو حضرتك مسكت قلم وقعدت قدام ورقه كده وحطيت قدامك الكاستمرز وقلت لك وصلهم لو سمحت، هتلاقي في ذهنك هتقدر توصلهم بتراكيب كثيره 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 جدا 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 جدا، وكلها قد تكون صح. احترمت التايم ويندو، واحترمت الوزن، واحترمت الحجم، واحترمت مواعيد الخروج والعوده، احترمت كل شيء، فبالتالي الحلول هي بالفعل اللي انت طلعتها بايديك هي حلول سليمه جدا جدا ليس فيما يعيبها، لكن منهم حلول اوبتيمال، وفي الحقيقه منهم حل واحد اوبتيمال جدا بيسموه جلوبال اوبتيمال. احنا بقى مش عايزين كل الحلول، ده احنا عايزين الحلول اللي تخلي المؤسسه مبسوطه وقادره تحقق الاوبجيكتيف بتاعها. هنا بقى هننتقل بقى للنقطه الثانيه. البروبلم عرفنا ان لها حلول كتيره، كلمه لها حلول كتيره دي يعني البروبلم دي بيسموها كومبيناتوري، يعني في تراكيب كتيره تؤدي الى الحل. كلمه كومبيناتوري دي في علم الكمبيوتيشن كلمه المهندسين بيتقبلوها بالكثير من الايه؟ من الحذر، لان دي معناها ان في كومبيوتيشن كتيره محتاجه تتعمل، وحيث ان بقى في تباديل كتيره من الحلول، فبقينا محتاجين نختار احسن تبديله وذ ريسبكت لرغبه العميل، لانها ما عادتش حل واحد وخلاص، دول بقى حلول كتير قوي وكلهم قد يكونوا صواب يعني. فده بقى هيقودنا لمساله ايه؟ هو يعني ايه افضل حل؟ اول حاجه هتيجي على خاطر الانسان بيفكر في كلمه افضل حل هي ايه؟ عايزين نقلل تكلفه الوقود، فبالتالي عايزين اجمالي اطوال المسارات يبقى اقل ما يمكن. هل ده تفكير كويس؟ ايوه تفكير كويس جدا، لان انت لو قدرت تبني راوتس في عمليه البلاننج بتاعتك بحيث انها تاخد العملاء القريبين من بعض، هيبقى طول الراوت قصير والسواق هيخرج ويرجع ويسلم حاجته ويكون قطع مسافات قليله. بس واحنا بنعمل كده لازم نفضل نعمل حاجه مهمه جدا جوه الخوارزميه، لازم نحترم الكونسترينز. يعني الكونسترينز بقى دي اللي انا كنت لسه قايلها من شويه، ان اجمالي الوزن على العربيه يبقى اقل من طاقه العربيه، اقل من او يساوي طاقه العربيه. اجمالي حجم البرودكتس اللي محطوطه في العربيه لازم يبقى الحجم ده مناسب لحجم العربيه ككونتينر يعني، عشان نقدر نحط البضاعه بشكل سليم. لازم نوصل لكل العملاء كل واحد في حيز التايم ويندو اللي الراجل قال لي عليها، اللي قال لي تعالى لي من الساعه 3 ل 5 ما ينفعش اروح له بقى الساعه 7، الراجل قفل المخزن هنعمل ايه؟ فدي كلها اسمها كونسترينز، شروط حديه. واحنا بندرس الكومباينيشنز المختلفه للسولوشن لازم الخوارزميه تبقى عينها على الشروط الحديه، واخده بالها انها مش هتكسر الكونسترينز. بس مش كده وبس، وهي واخده بالها انها مش هتكسر الكونسترينز، واخده بالها انها كمان تبقى اوبتيمال، تحقق حاجه اسمها الاوبجكتيف فانكشن، داله الهدف. داله الهدف دي بتتغير من اورجانيزيشن لاورجانيزيشن على حسب داله الهدف، بس معظم الناس اتفقت يعني ان الاوبجكتيف فانكشن دي بيبقى الكوست عامل رئيسي جدا. اكيد كلنا محتاجين ان الكوست بتاعت النقل تبقى قليله عشان الاورجانيزيشن تكسب، فمحتاجين الراوتس تبقى قصيره، اقصر راوتس ممكنه عشان السواق يروح للعملاء القريبين من بعض ويسلم باقل تكلفه ممكنه. بس هي في الحقيقه الامور دايما بيبقى فيها فاكتورز تانية بتخلي الاوبجكتيف فانكشن معقده شويه، وبيسموها في الحاله دي مالتي اوبجكتيف، وفي الحقيقه هي دايما مالتي اوبجكتيف، يعني في اهداف تانية غير الكوست. ايوه، وتعالى نتكلم في حكايه اهداف تانية غير الكوست دي، لان دي حاجه مهمه جدا. اي اورجانيزيشن نفسها تعمل ديليفري في الاس ال اي، بس كمان نفسها تحقق مجموعه اوبجكتيف، وعمر الاوبجكتيف ما بيبقى از سمبل از ان هو الكوست بس. تعالى نتكلم في حاجه من الحاجات اللي ممكن يعني تعد اوبجكتيف تاني غير الكوست. لو حضرتك عندك
20 عربية وبيسوقهم 20 سائق، هل تحب الاوبتمايزيشن وهو بيصمم الراوتس يطلع راوتس، راوت منهم طوله 8 ساعات وراوت طوله 4 وراوت طوله 8 وراوت طوله 6، ولا تحب الراوتس تبقى طوالها متماثلة ومتساوية علشان تحقق فيرنس في عملية الدرايفر على السواقين، ما يبقاش في سواق مظلوم على حساب ايه سواق، حتى لو الكلام ده هيخليك تخسر شوية اوبتيماليتي. وهو ده بقى المدخل لحكاية المالتي اوبجكتيف. المالتي اوبجكتيف دي انك بتوازن ما بين اهداف المؤسسة ضمن عملية الاوبتمايزيشن. فاللي انا قلته من شوية ده معيار موجود في البيك الراوتنج بروبلم اسمه درايفر فيرنس، العدالة تجاه السائق. انك وانت بتعمل اوبتيمال راوت كمان بتاخد بالك ان اطوال الراوتس تبقى ده لو المؤسسة عايزة كده يعني، ان اطوال الراوتس كمان تبقى ايه متقاربة من بعضها. ادي معيار يبدو مش واضح قوي من بره مش كده، بس لما بدأنا نفكر انه ممكن يكون مطلوب، ايوه وارد يكون مطلوب، محتاجين يحققوا فيرنس على السواقين. هقول لك على معيار تاني برضو الايام اثبتت انه مهم، يعني الايام والاكسبيرينس مع العملاء اللي بيشغلوا الانظمه دي. لو حضرتك خارج تسلم البرودكتس، انا خارج كسائق بسلم البرودكتس وادوني جدول فيه 8 عملاء هروح اسلم لهم. قبل ما بوصل للعميل بكلمه اطمن ان هو في البيت عشان اقدر اطمن انه موجود قبل ما اروح له، لحسن يكون خرج ولا نسي الميعاد ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولو كان مخزن اتاكد ان الراجل بتاع المخازن برضه موجود. تصور حضرتك كده انت وانت في الراوت بتاعك وانت رايح تسلم العملاء، كلمت الراجل قالك لا استنى انا متاسف، تعرف تاجل الميعاد نص ساعه؟ لان انا دلوقتي عندي حاجه تمنعني ان انا استقبل الفور. فالتغيير ده حصل امتى؟ حصل وانا في طريقي للراجل، فانا محتاج اخد عميل تاني اسلمه وبعدين ارجع للراجل ده ايه مره تانيه لانه قال لي مش هقدر استقبلك دلوقتي امر الله. هنا في فاكتور مهم قوي، ان انت حتى وانت بتصمم الراوتس لازم تتاكد ان المسافه البينيه من كل النقط وبعضها تبقى واقعه وزن ثريشولد معين، اللي بيها هتديك فرصه انك تغير السيكونس بشكل فيه بعض الحريه وفي نفس الوقت ما تخسرش قدرتك على العوده، لان الحيز الزمني بين العملاء كان سامح لك ترجع. وكأنك بتحول قضية الراوتنج لقضية كلاسترنج، اختيار مسافات بينية بين النقط تسمح لك انك تعمل ريبلاننج على مستوى صغير جوه نفس الراوت. طب ده هل ده ممكن يعد قيد يخليني اخسر شوية اوبتيماليتي؟ ايوه، عشان كده هو مش اون باي ديفولت. دايما احنا بنصمم الداله بتاعت الاوبجيكتيف بتاعتنا بندي العميل فرصه ان هو يختار الاوبجكتيف فانكشنز اللي هو عايز يكونها، عايز الكوست اهم حاجه في الدنيا ومش عايز تحط اي فاكتورز ثانيه هنديك احسن كوست، عايز تحط فاكتورز ثانيه زي الفيرنس بتاع السواق ايوه، عايز تحط فرصه ان هو يبلان ويري بلان معاها اه. فكانه بيركب الاوبجكتيف فانكشن من دوال صغيره بحيث انه يحقق اهدافه على اكتر من محور. طيب هل الحكايه دي صعبة ولا سهلة على الكمبيوتر؟ هي حتى على الكمبيوتر بتستلزم كومبيوتيشن مش بسيطة، معقدة. تصور بقى أنا لو محتاج أدرس الكومباينيشنز دي وفي نفس الوقت محتاجة منتين الاس ال اي، وأنا هعمل الكلام ده باختيارات بشرية بعقلي لوحدي، عملية صعبة جدا جدا جدا. البروبلم كومبايناتريك الكونسترينز كتيرة، الويت والفوليوم والتايم ويندو وزمن القيادة وهتخرج امتى وهترجع امتى، والاوبجكتيف نفسها مكونه من اكتر من اوبجكتيف والعميل يقدر يحط لها اوزان مختلفه. يعني انا عايز افيفور الكوست بنسبه 2 على الفيرنس بنسبه 0.6 على البلاننج والري بلاننج بنسبه 0.4، والسيستم وهو بيدرس الكومباينيشنز المختلفه بتاعه الراوتس بيعمل حاجتين، بيمنتين كل الكونسترين عشان ما يكسرش الاس ال اي، وقاعد يوازن الاوبجكتيف فانكشن طبقا لاحتياجات العميل. فده اللي بيخلي البروبلم صعبه جدا 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 على العقل البشري. غالبا غالبا الكمبيوترز بتؤدي هنا اداء ممتاز لانها قادره انها تدرس الكومباينيشنز. انا وانا بقول تدرس الكومباينيشنز دي، لو في حد بيحضرنا من مهندسين
الـ AI او السوفت وير هيفكر، هي لو الكومباينيشنز كتيره قوي قوي، هو انت بتعمل بروت فورس بانك تدرس كل الكومباينيشنز عشان تختار احسنهم؟ ولو كان بروت فورس ده الموضوع ده ممكن ياخد كومبيوتيشن تايم كبير قوي. لا، هو انا لما بقول الكومباينيشنز انا مش هعمل بروت فورس ولا حاجه، في خوارزميات قادره انك هي هتخليك توصل لحل نير تو اوبتيمال من غير ما تضطر انك انت تانيوميريت وتعدد كل الحلول. وهو ده الجزء الصعب قوي في المساله، انك انت مش قادر تدرس كل الحلول عشان الزمن بتاع الاكسكيوشن ما يكبرش، فمحتاج تستخدم خوارزميات بالغه الذكاء علشان تقدر توصل لحل نير تو اوبتيمال اور اوبتيمال من غير ما تعدي على كل الحلول. الجمله دي جمله يعني انا عارف زملائنا في اللوجيستيك ممكن ما يكونش عنده انترست فيها، بس زملائنا في الاي اي ممكن يكون فكره البروت فورس جت في خاطره ففكر هو انتم بتحلوها ازاي. واحد من الادوات الممتازه في حل المسائل دي حاجه اسمها الايفوليوشنري كومبيوتنج اللي هو الجيناتيك الجوريزم. ده قادر ان هو يقلل زمن الحل جدا، هو ان هو بيطلع كواليتي كويسه. دي كانت سايد نوت بس عشان لو حد من زملائنا في من المهندسين بيحضر بس ممكن يكون عنده رغبه يعرف هو انتوا بتحلوها بروت فورس، بتقعدوا قد ايه عشان تحلوا مساله؟ نو، هو مش بروت فورس ولا حاجه. فدلوقتي احنا عرفنا البروبلم، اتكلمنا على طبيعه الكونسترينز اللي بتخلي المساله، ازاي نقدر نمنتين الاس ال اي بان احنا نحترم الكونسترينز اثناء عمليه الحل، وشفنا الاوبجكتيف فانكشن وان الاوبجكتيف نفسها هي مالتي اوبجكتيف، اكتر من اوبجكتيف وبينهم اوزان، والعميل هو اللي بيختار، العميل قصدي اللي اشترى سيستم الاي اي يعني، ما اقصدش العميل اللي احنا بنسلم له، العميل اللي بيعمل بلاننج يعني اللي بيمتلك الفليت بيحدد نسبه الاوبجكتيفز المختلفه اللي هو محتاج يوازنها ديورنج عمليه الاوبتمايزيشن. قد يقول انا اهم حاجه عندي في الدنيا الكوست بتاعت الراوت ومش عايز اي اوبجكتيفز ثانيه، او يكون عنده رغبه يحط درايفر فيرنس او يحط بلاننج وري بلاننج كابابيلتي بان هو كانه بيكلستر النقط حوالين الراوت. فحتى الاوبجكتيف فانكشن نفسها محتاجه ان العميل يبقى شايف اهدافه ومحدد غرضه من البروسيس يعني. حاجه تانية محتاجه اقولها هنا، وجود انظمه كويسه تبروفايد الداتا للاي اي مهم قوي. يعني النظام ده عشان ينجح محتاج يبقى عندي اللونجيتيود واللاتيتيود بتاع الكاستمرز اللي انا بسلم لهم البرودكت، لان دي اللي من خلالها بعرف من العميل ايه للعميل بي انا محتاج زمن قياده 40 دقيقه ومحتاج مسافه بينهم ابقى عارف انها كذا. فانا لازم يبقى عندي لونجيتيود ولاتيتيود، لازم يبقى عندي بيانات الاوردرز اللي انا محتاج اسلمها من حيث الوزن ومن حيث الحجم. فوجود انظمه كويسه تدي الانفورميشن المطلوبه للخوارزميات بتاعت الاي اي في منتهى الاهميه، لان في الاول وفي الاخر قدره الخوارزميه على انها توصل لحل كويس متوقفه وبشكل رئيسي على جوده الانبوتس اللي هي اخذتها علشان تدرس المساله. فهنا مهم أكيد جدا 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 ان يبقى عندك اي ار بيز كويسه كده بحيث انها تبروفايد سواء الانفورميشن المطلوبه الماستر داتا، بالظبط الماستر داتا دي او ترانزاكشنال داتا او الكلام ده كله. جدا جدا. لو دي مش موجودة في كويس لو هتبقى مشكلة طبعا لا كبيرة. شك صحيح، وكمان انا اعتقد يعني زي ما تفضلت كمان حتى تحديد الكونسترينز مهم جدا برضو ان هي تبقى بري ديفايند، وكمان الاوبجكتيف زي ما حضرتك تفضلت، لان هو الموضوع مش 1 و0، لا هو يعني دايما لازم يبقى فيه، هي دايما مالتي اوبجكتيف، وفيها كوست، فيها كاستمر سيرفيس وكواليتي اوف سيرفيس، فيها زي ما تفضلت فيها كونسترينز مختلفه. فحتى تحديد الويت بتاع الاوبجكتيف المختلفه، لو انا بتعامل مع اكتر طبعا من اوبجكتيف، اعتقد ده برضو مهم جدا. كل ده هيخلي الاوبتمايزيشن في الموديل يبقى أكثر دقة في النتائج بتاعته. في الحقيقه النقطه دي يعني هقول فيها حاجه برضو يمكن لو حد من اللوجيستكس من الاندستري معانا ممكن برضو ايه تقوم في دماغه افكار. احيانا كتيره بتبقى الاورجانيزيشن نفسها مش قادره تحدد الاوبجكتيفز بالدقه. يعني هو في الاول اول حاجه بتخطر في باله ايه؟ ادوني احسن كوست. بس بعد التشغيل بيبدا يفكر في اهداف اخرى بيبقى عايز يحققها. عشان كده كون النظام يبقى مرن وبيسمح له يوازن ما بين الاوبجكتيف ويشيل اوبجكتيف ويحط اوبجكتيف ويكون الاوبجكتيف فانكشن الكبيره بسهوله، دي ادد فاليو كبيره جدا. لان هو ممكن بعد شويه يقول لي طب انا عايز اخلي المساله مش كوست بس، حاول تخلي لي السواقين يسوقوا ازمنه متساويه، لان هم مش عايزين واحد فيهم يسوق 8 ساعات والتاني يسوق 4.
ده بيعمل مشاكل بين الناس. فقدرة النظام على ان هو يأكوموديت اوبجيكتيفز اكروس حياته ويضيف اوبجيكتيف ويغير اوزان الاوبجيكتيف بالنسبة لبعضها، دي حاجة مهمة جدا. وديورنج حياتنا يعني في اخر 7 سنين وجدنا ان دي من الفيتشرز الرئيسية اللي الناس بتأبريشيتها بعد التشغيل، لما يبقى عنده رغبة ان هو يضيف اوبجيكتيف. ممكن وهو بيضيف في الاول يبقى مش عايز وزنه يبقى كبير فيديله ويت قليل، ويفضل يحرك الويتس عشان يوصل لاحتياجات الاوبريشن وفي نفس الوقت يمنتين الكوست. نقدر نروح للنقطة اللي بعد كده. طيب انا بس في يمكن قبل ما ننتقل، لان يمكن اكثر من حد كان ليه تعليق، عشان طبعا حته كمان الطرقات وان الترافيك بيتغير وان ده ممكن يبقى واحد من المين انبوتس للكالكوليشن او الريبلاننج. فهل الى اي مدى النهارده بيقدر الالجوريزم يكونسيدر الكلام ده؟ في انت عارف حياتك يمكن نفس الطريق الساعه 3 مثلا ظهرا او عصرا غير مثلا مساء او وات ايفر. صح يا فندم، انا كنت من شويه بتكلم عن اللونجيتيود واللاتيتيود اللي موجود عند كل النقط. احنا بنستخدم اللونجيتيود واللاتيتيود بتاع الكاستمرز علشان نبني حاجه اسمها التايم ماتريكس وحاجه اسمها الديستانس ماتريكس، دي المسافات البينيه ما بين كل العملاء والازمنه البينيه للسفر ما بين كل العملاء. اللي بيبني لنا الماتريكس دي عباره عن خدمه موجوده على الانترنت بتاعت ماب بروفايدر. الماب بروفايدر ده بياخد انتو كونسيدريشن ظروف الترافيك، فاحنا ديورنج عمليه التحليل بتوصلنا المصفوفات دي تيكينج انتو كونسيدريشن ظروف الترافيك. فالالجوريزم وهو بيعمل الكومباينيشنز ويدرس الحالات المختلفه بيبقى مبني على مصفوفه واخده في اعتبارها تلك الظروف، فبيعبر عن حاله الطرق في تلك اللحظه. تمام، تفضل كمل. النقطه اللي بعد كده كانت احنا اتكلمنا على الكومبيناتريك نيتشر، نقدر نكمل. ايوه السلايد اللي بعده، واتكلمنا على كلمه بيست انها مالتي كومبيناتريك، وقلنا معنى انها مالتي اوبجكتيف، وقلنا يعني ايه مالتي اوبجكتيف. خلاص دي خلصناها. النقطه دي مهمه جدا، دي اخر نقطه ويعني عايز اتكلم فيها باستفاضه شويه. لما اتكلمنا على الكومبيناتريك نيتشر بتاعت البروبلم انها بروبلم معقده ولها حلول كتيره جدا جدا، وان في كونسترينز لازم نحترمها وفي اوبجكتيف لازم نحققه، دي حاجه الكمبيوترز بتعملها كويس جدا لانها قادره تعمل دراسه نيوميريكال للبروبلم. ممكن الانسان ما يبقاش عنده المساله دي بسهوله يقدر يعملها، لكن وي شود ابريشيت الهيومن بينجز ان ذا لوب. واسمح لي اوضح الحته دي شويه. هل كل ما يحدث في الشارع، هل كل ما يحدث في الطريق تستطيع الخوارزمية تبقى انفورمد بيه، ولا قد تحدث بعض الظروف الخوارزمية ممكن ما تبقاش عندها علم بيها، بس في إنسان عارفها وقادر إن هو يأكوموديت بعض الظروف الخوارزمية ما تعرفهاش؟ يعني ممكن السائق يبلغ الأوبريشن مانجر بحاجة لظرف حصل له هو شخصيا ديورنج عمليه التسليم، والاوبريشن مانجر محتاج ياخد قرار ينترفين بيه مع نواتج الخوارزميه نتيجه لان هو عنده معلومات تخص الظرف الحالي بتاع التشغيل. عارف معلومه عن العميل ومعلومه عن السائق ومعلومه عن الطريق تسمح له يكسر الكونسترين من غير ما يضايق العميل. يعني عذرا يعني هقول مثال هو ممكن يبقى مستغرب شويه. انت ممكن تبقى عارف ان انت لو اتاخرت على العميل ده نص ساعه هيقبل التاخير، بس لو اتاخرت على العميل ده نص ساعه مش هيقبل التاخير كاوبريشن مانجر يعني. فمكالمه تليفون من الاوبريشن مانجر للعميل يقدر يقول له معلش احنا هنعمل تغيير فاحنا هنجي لك متاخرين نص ساعه انا اسف. هل الخوارزميات عندها النوع ده من المعرفه؟ لا، الخوارزميات ما تعرفش ان احنا ممكن نكلم العميل ده ونأجل معاه نص ساعه وهيقبل، والعميل ده مش هيقبل النص ساعه التاخير. ففي الظروف الحدية التي قد تحدث والخوارزمية لا تعلمها، قد يكون تدخل الإنسان مفيد جدا لأن عنده إدراك لمعطيات الـ AI لسه ما يعرفهاش، الخوارزمية ما عندهاش النوع ده من الإدراك. طب وده معناه إيه؟ معناه إن أنت وأنت بتعمل أوتوميشن لعملية البلاننج، لو كان الأوتوميشن بتاعك صلب بتمنع الانترفنشن بتمنع تدخل الأوبريشن مانجر مع البلان،
دي معناها ان انت بتحد من قدره المؤسسه على التصرف والتعامل مع الشروط الحديه التي قد تحدث. هي اي نعم هتحدث قليل بس قد تحدث. فصلابه الخوارزميه وصلابه النظام وان هو مش قادر ياكوموديت التصرفات اللي البشر ممكن يحتاجوا يتدخلوا بيها هتقلل من قدره المؤسسه على انها تادبت نفسها على الخوارزميه. الحكايه دي احنا بنعملها ووجدنا انها مفيده جدا. انك انت تقدر في اي لحظه تانترفين مع نواتج الخوارزميه وتقول لها الراوت رقم 3 ده بالذات انا عايز اغير فيه الشيء الفلاني. وبعد ما تعمل التغيير ممكن ترجع الخوارزميه تاني لكنترول ملاذ. بس في تدخل بشري عمله انسان علشان ياكوموديت ظرف الخوارزميه ما كانتش عارفاه. والراجل ده كان عنده بيرسونال جادجمنت، حكم بشري على الظرف وحكم بشري على التغيير. وده اللي انا بقصده بان الهيومن والماشين ممكن يتعاونوا مع بعض عشان يحققوا بص اجمل ما في العالمين، قدره الخوارزميه على دراسه الكومبيناتريك والوصول لاحسن حل، وقدره الانسان على ان هو ياكوموديت ظروف طارئه حكمه البشري فيها هيحل مشكله. فوجود اوتوميشن صلب جدا لا يقبل تدخل البشر دي مش حاجه كويسه، دي مش حاجه كويسه. لازم تدي فرصه لتدخلات بشريه وين نيدد اف نيدد، وتعود مره اخرى لسيطره الاله. الحكايه دي هتديك مرونه وفي نفس الوقت ما تبقاش فقدت الكمبيوتيشن باور الهائله والاوبتيماليتي العظيمه اللي حصلت عليها من الخوارزميه. وده احنا اجتهدنا ان احنا نحققه في الانظمه بتاعتنا، ان النظام بيدي النوع ده من السماحيه كيف مطلوب يعني. فعشان كده قلت ان الهيومن والماشين هيحققوا النوع ده من الاتزان يعني. الماشين ادتك احسن كومبيناتريك نيتشر واحسن اوبتيماليتي، والبني ادم اداك قدره على انك انت تعمل انترفنشن في الحاجات اللي محتاجه تدخل بشري بعقل بشري عظيم. اعتقد حياتك النقطه دي نقطه مهمه جدا، لان احنا لازم نتفق في الاخر ان هو يعني حاجه زي كده هي عشان تساعد الاوبريشن بشكل كبير في الحسابات وبسرعه اكبر، والديفرنت اتريبيوتس او الكونسترينز اللي هي بيوند العقل البشري انه يقدر يقعد يحسبها بطرق تقليديه خلينا نقول. لكن هي في الاخر مش اوتونومس، يعني ما اقدرش اقول ان هي خلاص انا وصلت للمرحله زي ما تفضلت ان هي بقت تقدر تعتمد على نفسها او تاخد القرار بدون اي تدخل بشري. اعتقد دي نقطه مهمه عامه في التكنولوجيا كلها اللي احنا بنستخدمها، مش فقط يمكن هنا، لان حتى في ناس بتبقى متخيله ان التكنولوجيا هتريبليس مثلا خلينا نقول موظف معين او وات ايفر، لكن هي المفروض ان هي تساعده على اداء مهامه بطريقه مور افيشنت، وان هو بقى يقدر يستخدم الكابابيلتيز بتاعته هو كبشر في الحاجات اللي فعلا ستيل محتاجة تدخل بشري بشكل أو بآخر، لكن تحت برضو كنترول من المسؤول في البيزنس أو الشخص ذات نفسه المسؤول عن البروسيس بشكل عام. الأدوات والتكنولوجي هيساعدوا جدا يوصل لحلول أفضل، ولكن وجود العقل البشري يت مفيد ويت مهم، والأنظمة لازم تعترف بذلك ولازم تدعمه. طيب احنا يمكن كان في برضه نقطة خاصة بالفوركاستنج، لأن هو يعني أنا النهاردة ممكن يبقى على مدار الأيام اللي جاية أنا بعمل روت أوبتمايزيشن كبلاننج، وممكن يبقى في حاجات خاصة بالويذر، ممكن يبقى في حاجات خاصة بالكالندر مثلا أجازات أو حاجات معينة. إلى أي مدى برضه النهاردة المودلز دي بتقدر تكونسيدر الفوركاستنج أو تقدر تكونسيدر البارامترز دي في الفوركاستنج لحتة البلاند أوبتمايزيشن؟ في تريبس بيتعمل لها بلاننج ديلي، وفي حاجه اسمها بلاننج هورايزون. لو حضرتك يعني عشان اقول مثال كونكريت يبقى واضح شويه، لو حضرتك عندك النهارده 100 سياره بيقوموا بخدمه العملاء بتوعك، بس انت نفسك تعرف يا ترى كمان شهر هبقى محتاج 120 عشان الحق اجهز 20 عربيه زياده، لان في سيزونال افكت قد يكون في بيك اسابيع او بيك ويكس. فقدرة النظام على ان هو يعمل بريدكشن سليمة ممكن يديك فرصة تعمل ريسورس بلاننج كويسة لاحتياجاتك سواء من السيارات او من السائقين او غيرهم. ففي انظمة بريدكشن عن طريق حاجة اسمها بلاننج هورايزون، بتقول له ادرس لي في ظرف ال3 شهور الجايين قول لي احتياجات الريسورس بتاعتي شكلها ايه اكروس ال3 شهور، فيدي له فرصة ان هو يجهز الريسورسز المطلوبة قبلها. بيساعد على كده جدا 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 وجود هيستوري كويس جوه الاورجنايزيشن وذ ريسبكت للاوردرز مثلا.
يعني لو حضرتك قدرت تديني الاوردرز بتاعتك السنه اللي فاتت واللي قبلها، الانظمه بتاعت البريدكشن هتران، هتعمل فوركاست كويس على انظمه الاوردر، فتعرف ان انت في شهر 8 الاسبوع الثالث من شهر 8 بتبقى مبيعاتك اكبر شويه من اللي قبل. لو هي قادره تعمل النوع ده من البريدكشن، لو حضرتك وفرت لي الهيستوريكال ديتا دي، البريدكشنز بتاعت الاوردرنج سيستم مثلا دي، هتدينا فرصه نعرف الورك لود هيبقى شكله ايه عبر الايام القادمه. ده هيساعد ان عمليه الاوبتمايزيشن لما تستخدم معلومات البريدكشن تديك كمان توزيعات كويسه جدا للريسورسز المطلوبه عبر هذه الايام. وده هيرجعنا للجمله اللي انا لسه قايلها من ربع ساعه، ان وجود داتا كويسه، وجود داتا دقيقه، هيفرق جدا جدا جدا، سواء في الكرنت اوبريشن، في التاكتيكال داي تو داي، وفي الاستراتيجيك اللي يخص البلاننج بتاع الريسورسز عبر الايام والشهور. تمام. طيب احنا يمكن معانا استفسار تاني برضو من الاستاذ محمد الحفناوي، بيتكلم عن ان انا اقدر اجنريت ديفرنت سيناريوز من الاوبتمايزيشن او الروت اوبتمايزيشن اللي ممكن احصل عليها كونسيدرينج ديفرنت ويت للديفرنت كونسترينز. فيبقى عندي سيناريو مثلا بنقول ان في الويت حتى كاوبجيكتيف بتاع مثلا الكوست هو اعلى حاجه، في حين ان في الويتس اخرى او اقل للكونسترينز الاخرى. فهل انا اقدر احصل على ديفرنت سيناريوز؟ وهنا برضه هنا بنسيب القرار للمسؤول او للعقل البشري ان هو ممكن في ظرف معين، في يوم معين، في سيناريو معين يقدر يختار السيناريو المناسب على حسب الكونديشنز او الاعتبارات الاخرى اللي ممكن تبقى نوت بي كونسيدرد بالالجوريزم ذات نفسه. ايوه، ده كلام جميل، والكلام ده متفق مع اللي كنا بنقوله من شويه. في وجود مالتي اوبجكتيف، وكل اوبجكتيف له ويت، الويت ده مش احنا اللي بنحطه، الويت ده اللي بيحطه هو الاورجنايزيشن، فبالتالي هو يملك يحط الويت بتاع احدهما، وايفن حتى يسيبوا الباقيين بانه يحط الوزن بتاعهم، يحط الويت بتاعهم بصفار. فالويتس بتحددها الاورجنايزيشن لنفسها وتملك تغييرها في اي لحظه، فبالتالي هو فعلا ممكن يبني سيناريوز مختلفه للبلان اللي هتظهر له بيزد على ويتس مختلفه، ويقدر يقارن البلانز وياخد احدها. فدي حاجه هو مش محدش مقيده فيها خالص، بالعكس احنا بنحط الاوبجكتيف فانكشن بتاعتنا بحيث انها تنكلود كل السب اوبجكتيفز، ونقول له حط لكل سب اوبجكتيف الويت اللي يعجبك، وتقدر ترن الخوارزميه بحيث انها تديك اكتر من بلان باكتر من كونفيجريشن للويتس، وساعتها الاختيار اختيارك والقرار قرارك. بالفعل يس، ذيس از افيلبل يعني. تمام. طيب انا يمكن دي الاسئله اللي موجوده معانا، لكن انا عندي برضو يمكن طرف انا في سؤال. الى اي مدى النهارده، يعني طبعا احنا عارفين ان كل الكلام ده الديفلوبمنت عليه يعني كابلكيشنز او كريدي سوليوشن بتتم النهارده، يمكن من ما فيش كوارتر تقريبا بيعدي لما بيبقى دايما في ابديت على الحاجات دي وفي انهانسمنت على الديفرنت تولز اللي موجوده. بس الى اي مدى النهارده، خلينا نقول as of now، الماركت فيه ابلكيشن نقدر نعتمد عليها بشكل كبير في الاوبتمايزيشن، وفعلا نقدر نعتمد عليها في الديلي اوبريشن الخاصة بهذا السبجكت؟ ايوه، في طبعا ابلكيشنز كتيره ومعظمها جيد يعني، التفاوت بينها في الحقيقه يعني وبشكل رئيسي، وانا محتاج اتكلم في حكايه الفروق يعني، وانا بختار ابلكيشن افكر في ايه، افكر دايما في الكونسترين كفرج والاوبجكتيفز. يعني دي هتبقى اسئلتي، انت عندك نظام كويس في الراوت اوبتمايزيشن؟ اه، اهلا بك. عشان اعرف اختار افضل اكس عن واي عن زد يعني، اول سؤالين واهم سؤالين اللي قبل اي حاجه، لو سمحت قول لي ليست الكونسترينز عندك اللي اقدر احطها على البروبلم بتاعك. انت بتسبورت الويت؟ اه. بتسبورت الفوليوم؟ اه. بتسبورت التايم ويندو؟ عندك سنجل تايم ويندو ولا عندك مالتيبل؟ بتقدر تعمل كروس داي ولا ما بتقدرش؟ وحاجات كتيره 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 كلها ريليتد للكونسترين. ليه؟ لان لو ما فيش كونسترين كفرج كافي، دي معناها ان الخوارزميه مش هتبقى عارفه البروبلم بتاعتي كويس، فممكن تطلع لي راوتس غير قابله للتنفيذ، لانها ما كانتش عندها ادراك للكونسترينز اللي عندي في مسالتي. فلازم اسال كويس قوي 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 على الكونسترينز اللي هي مدعومه من قبل النظام. ولو عندي كونسترين انا محتاجه في البيزنس بتاعي مش موجود عندكم يا ناس يا بتوع التكنولوجي، هتقدر تضيفه ولا مش هتقدر؟ لان لو ظهر لي كونسترين وهو السيستم بتاعه ما فيهوش مرونه كافيه لاضافه هذا الكونسترين في المستقبل، وقال لي لا ما اعرفش اضيفه، انا محبوس يعني ضمن شروط في الكود تمنعنا نضيف الكونسترين، دي معناها ان انا بقت عندي رغبه في شيء هو مش عارف يحققه. فلازم يبقى عنده مرونه في الاركتكتشر بتاعته، بحيث ان انا لو ظهر لي كونسترين في يوم من الايام وطلبته منه كتشينج ريكوست حتى يقدر يبيه.
فالكونسترين هو 50% من النجاح، 50% التانيين هو الاوبجكتيف. انا الاوبجكتيف عندي محتاج الكوست، ومحتاج احط شويه اعتبارات على الدرايفر فيرنس، ومحتاج اعرف البلاننج والري بلاننج كابابيلتي اللي جوه النظام، وقد يكون عنده اوبجكتيفز اخرى. فقدره النظام على ان هو يبقى فيه مالتي اوبجكتيف وانا اقدر اوازن بينها من غير ما احتاج تعقيدات، اطفي واحد واشغل واحد او اشغلهم كلهم بنسب مختلفه، ده برضه مهم جدا جدا ويعادل ال 50% الاخرى من عمليه النجاح. اتاكد ان الكونسترينز اللي عندك موجوده عند السيستم، موجوده في التكنولوجي، اتاكد ان الاوبجكتيفز المختلفه اللي انت محتاجها موجوده في السيستم، موجوده في التكنولوجي. وفي الاول وفي الاخر السؤال الاخير هنا يا جماعه، لو انا ظهر لي كونسترين جديد هتقدروا تضيفوا لي ولا هتقولوا لي لا؟ لو ظهر لي اوبجكتيف جديد هتقدروا تضيفوا لي ولا هتقولوا لي لا؟ عشان يفضل دايما الباب مفتوح، لان لما البروسيس بتاعتي تتطور اقدر انكلود تطورات البروسيس بتاعت الاوبريشن وزن الخوارزميه، فتفضل الخوارزميه بنفس كفاءة تطور البروسيس. أيوة، في أنظمة تمام. كويسة وهم دول المعيارين، كونسترين والأوبجيكتيف والفلكسبيليتي، مش هننسى الفلكسبيليتي. طيب في نقطة برضه يمكن في الشات معانا، أعتقد إحنا تطرقنا للنقطة دي، بس خلينا برضه نأكد عليها، إن أنا الموديل دايماً بيبقى عنده بري ديفايند أتريبيوتس أو كونسترينز اللي بيزد عليها بيبتدي يبني الريزلت بتاعته. لكن إلى أي مدى الفلكسبيليتي إن أنا بعد ما تطلع الريزلت أو ديورينج حتى الإكسكيوشن أقدر أعمل أغير في البارامترز دي عشان أعمل الريبلانينج؟ هنا في نوعين من الراوتنج، واحنا عندنا اكسبيرينس في كده، هما يعني عملنا خوارزميتين. في حاجه اسمها ستاتيك راوتنج، اللي انت بتطلع البلان وبتدي البلان دي للناس تقوم بعمليه التنفيذ وتنقطع صلتك بالبلان. في حاجه تانية اسمها دايناميك راوتنج، وده ريال تايم راوتنج. السيستم قادر ان هو ياكوموديت اضافه اوردر وشيل اوردر واضافه سياره وشيل سياره والابديت بتاع جيفن اوردر وات ايفر كونديشنز في الشارع، ان في كونجستشن في الترافيك فمحتاجين نعدل في توزيع الاوردرز، ده اسمه دايناميك راوتنج. ده بيأكت مع الانفايرمنت بطريقه ريال تايم. ايوه الاثنين دول موجودين، في ستاتيك وفي دايناميك. الدايناميك ده حاجه قايمه بفكر رئيسي، يعني ان دايما في ارايفل اوف نيو داتا، ودايما الخوارزميه بتعمل ريبلاننج على الارايفل بتاعت نيو داتا، وده موجود و يعني بيحقق الرؤيه بتاعت ان احنا ما عندناش حاجه ستاتيكيه. يمكن نقطة أخيرة، كان في حد بيسأل يمكن يكون شوية تكنيكال على البيست ماشين ليرنينج ألجوريزم اللي بيستخدم حاليا لحل ساتش يعني سبجكت، وخصوصا الجزء بتاع الفي ار بي. هو انا مش هيبقى عندي جرأة اقول كلمة بيست دي، بس عندي جرأة اقول اللي عندي فيه اكسبيرينس كويسة، لان كلمة بيست دي كلمة تقيلة شوية. احنا بنستخدم حاجة اسمها الايفوليوشنري كومبيوتنج، حاجة اسمها الجينيتيك الجوريزم، وده فيري افيشنت في البروبلمز اللي هي كومبيناتريك، يعني اداؤه رائع يعني طبقا للليتريتشر وطبقا لتجاربنا وطبقا للكومباريزون مع بابليك داتا سيتس معلنة وعليها مسائل يعني كنا بنكمبير بيها، وده اداؤه عظيم يعني. وانا بالتالي حتى لو تسمح لي يمكن حتى الاجابه دي فانكشن اوف تايم، لان ممكن بعد فتره حتى الاجابه دي أكيد يا فندم. تتغير، لان الدنيا بتتغير بشكل كبير، فيعني as of now يعني. ما هو أنت في الصناعة بتاعت الـ AI أنت محتاج دي بعد كل جملة تقولها تقول as of now. as of now بالظبط. الآخر يعني. تمام. احنا يعني اعتقد احنا تقريبا كل الاسئله او الاستفسارات احنا جاوبنا عليها. احنا طبعا عشان وقت حضرتك برضو عشان وقت الحضور بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحديث القيم كالعادة يعني مع سعادتك، وحاجة بسيطة من طرفنا يعني دايما شهادة كده بسيطة بنقدمها لحضرتك الله من يخليك، طرفنا بليز، كسينيوس. الله يخلي ثانك يو، سعادتك والله ربنا يحفظك. الله يخليك يا فندم، ودايما كده نتشرف بلقاء حضرتك في موضوعات أخرى وسبجكت مهم زي اللي احنا بنتكلم فيه. تحت جزاك الله أمرك ألف رب، خير، شكرا ودايما جزيلا، نشوفك على خير، وشكرا جزيلا لحضرتك ولوقتك، وشكرا جزيلا لحضراتكم كلكم شكرا شكرا ولوقتكم، وإن شكرا شاء الله جزيلا، نسعد بيكم في ويبينارز أخرى إن شاء الله. بإذن الله، شكرا شكرا جزيلا، مع السلامة جزيلا، يا فندم. سلام عليكم.